ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع ضيفتي الجميلة اللي طبعا كل الناس بتستناها النهاردة، عبير فؤاد. ازيك يا عبير؟ الحمد لله كويسة، بقالي زمان ما شفتكيش. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي. كل سنة والمشاهدين كلهم طيبين يا رب. ان شاء الله تكوني انبسطتي في العيد وفي الاجازة. الحمد لله كانت جميلة. الحمد لله. انتي كل حاجة عارفة وانتي بتقولي يعني كل حاجة كده اللي هو الحمد لله. قولي لي بقى، احنا موضوعنا النهاردة عن الابراج اللي اكتر ابراج كده زي ما نقول احنا مسالمة، عارفة ازاي، وبتفكر في غيرها. ايه اكتر الابراج نقدر نقول عليها هي مسالمة وبجد بتفكر بغيرها؟ والله انا بشوف انه في كذا برج، يعني مش برج واحد. في برج الثور انا بشوف ان هم جدعان جدا. الناس بتوع برج الثور من الناس اللي يعتمد عليهم فعلا وقت الازمات، سواء راجل او ست. يعني فعلا الراجل من برج الثور الراجل اللي هو اللي يعتمد عليه، راجل واقعي وعملي ويشيل المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه هايل. بس كمان يجي على نفسه علشان خاطر الشخص اللي هو بيحبه، او عشان حتى علشان خاطر الاخرين، حتى لو ما كانش بيحبه قوي. على فكره الثور بشوف ان هم لو لقوا حد في ازمه لازم يقفوا جنبه. اللي كده كمان الميزان. يعني انا مش عشان انا الميزان بس يعني ممكن عاطفيين جدا، وممكن لو شافوا حد فعلا في مشكله بيتاثروا بيه جدا وبيفضلوا يحاولوا يساعدوه بكل ما يملكوا. وبرج تاني؟ برج تاني والله الجوزاء عندهم حته. انا ما قلتش حاجه، هي بتقول لي واحده قالت الجوزاء. ها قولي بقى الجوزاء. الجوزاء عندهم اجتهاد جدا في العمل. وعندهم كمان ذكاء، فهم بيعرفوا ان هم بس بسرعه، يعني اللي هو يقدر يساعد اللي حواليه وهو بيجري في طريقه. يعني مش هيسيب طريقه علشان حد، لكن وهو بيجري يساعد لو قدر انه هو في لحظه انه يساعد الاخر هيعمل كده. واللي زيه القوس على فكره. القوس برضو لو هم في طريقهم وقادر ان هو يقدم مساعده لحد هيعمل كده. لكن اللي يخرج عن طريقه بقى عشان خاطر حد تاني، اكتر حد انا بشوف الحوت. الحوت ممكن يعني يضيع مستقبله عشان الاخرين. هي وصلت انه يضيع مستقبله. يضيع مستقبله يعني رغم ان هم يعني صاحيين جدا لمصالحهم. الحوت صاحيين لمصالحهم، بس يوحي ليكي لما يندمج مع حد انه مستعد يسيب كل حاجه عشان خاطر التانيين. يعني نقول احنا والابراج التانيه يعني لا، عايزه اقول حاجه، ان الحوت صاحب صاحبه. يعني ده بالذات مع الاصحاب. لو لقى صديقه في مشكله، ممكن يعني صدقيني فعلا يسيب حاله ويسيب حاله ويسيب حياته عشان خاطر الشخص اللي محتاج له. اوكي، دول هم الابراج اللي يقدروا يتميزوا بالصفات دي. والابراج التانية بقى نقول عليهم انانيين. في برجين يعني هقول يدوا ويجوا على نفسهم بس بشروط. يعني الدلو من الناس اللي ممكن تقدم تضحيات تخض. ويعني تخض بس مش دايما بيعملها، يعني دي بيعملها من اجل ناس خاصه جدا، مش كل الناس هو ممكن يضحي عشانهم. لازم يكونوا ولاده، حد قريب قوي بيحبه قوي، هم دول بس اللي مستعد الدلو يضحي عشانهم. الدلو. العذراء بقى عنده نقطه، يعني حته عطاء بس للناس الكبار، يعني ضعيف قوي قدام الضعاف وكبار السن. يعني اي حد ضعيف عيان، في يعني عجوز او كبير في السن، هتلاقيه يتعاطف معاه جدا ويبقى عايز يقدم له اي حاجه. جميل. يعني طب وايه الابراج اللي نقدر نقول عليها؟ احنا دلوقتي في لسه ابراج تانيين، ايه وضعهم؟ يعني دول نقدر نقول عليهم يعني عندهم الانانيه ولا ايه؟ لا يعني مش بسهوله، يعني يساعد لو الظروف تسمح بانه يساعد، لكن مش هيتفانى او مش هيسيب مصلحته علشان يعني بمعنى اصح مش هيسيب مصلحته علشان يروح يساعد حد تاني. مش هيجي على نفسه قوي. عايزه اقول بقى ان كمان الارقام احيانا بتفرق كمان. يعني مش كل الابراج اللي انا قلتها لازم تكون عندها حته التفاني. يعني في بعض الارقام، يعني مثلا في الميزان لو هو مولود يوم 10 او يوم 9 او يوم 3، ده ممكن يخليه ما يبقاش حته العطاء عنده جامده، يعني ما يبقاش متفاني قوي او ما يجيش على نفسه قوي في العطاء. طيب هنكمل الموضوع، بس خلينا ناخد اتصال معانا. ياسمين، الو. الو، مساء الخير. مساء الخير يا ياسمين.
ايه لو سمحتي عايزه اعرف كل حاجه عن برج الاسد. كل حاجه عايزه اعرف. طيب تاريخ الميلاد. تاريخ ميلادك يا ياسمين؟ 25. اوكي 25 ايه؟ 25/7. اوكي 25/7 ماشي يا ياسمين، شكرا. طيب ناخد اتصال تاني معانا. هدى. الو الو هدى. طيب الو. ايوه ازيك يا هدى؟ اهلا يا حبيبتي. ازيك؟ اتفضلي يا هدى. انا عايزه اعرف برج تاريخ ميلاد بنتي وانا. بنتك وانت. اوكي. بنتي 23/8. اوكي. 94. اوكي. وانا 24/5/59. 24/5. اوكي ماشي. اوكي ميرسي لاتصالك، نجاوب عليهم. طيب ياسمين 25/7 هي برج الاسد، ورقم 25 ده بيخليها محلله بارعه، ما فيش موقف يعدي من قدامها من غير ما تحلله وتستنتج منه، فده بيخليها عندها بصيره هايله. اللي انا شايفاه ان السنه دي عندها حظ رائع، ويبدا الحظ من دلوقتي من شهر 9. عندها لباقه ودبلوماسيه، وتقدر ان هي تعرف تقنع اي حد باي حاجه هي عايزاها، ولو بتشتغل او في دراسه في الحالتين هيكون عندها حظ رائع وتحقيق لنجاح هايل ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب هدى وبنتها. طيب هدى بنتها 23/8 هي برج العذراء، ده أول يوم في برج العذراء. وأقول لهدى إن بس تقول لبنتها تاخد بالها، ما تغامرش وما تديش ثقة لأي حد، مهم جدا إن هي ما تغامرش. وفي الفلوس تحافظ على فلوسها قوي، إن هي ما تديش ثقة إنها تسلف حد فلوس أو تدخل في مشاريع السنة دي، بس مش مناسبة قوي. لكن السنة اللي جاية إن شاء الله هيكون عندها يعني ان شاء الله تغيير حلو قوي وانطلاقه حلوه جدا، بس تصبر للسنه الجايه وما تحبطش السنه دي خالص. هدى بقى هي 24/5 دي برج الجوزاء. دي جايه لك. يعني انا كده بطمن يعني. بس هقول لها، بس هي عصبيه شويه. فتحاول طبعا في مواجهتها في كوكبين حاليا في مواجهه الجوزاء. احنا مش بعاد جدا على بعض يعني، بيني وبينها هي 24 وانا 31. بس هي رقمها الحقيقه عندها عصبيه جدا. بس كمان انت يعني لحد ما الكوكبين اللي في مواجهتها هم برضو في مواجهتك، هنحاربهم يعني. الاثنين انا وهدى هنحاربهم، نعمل يعني ايه؟ ففي زحل في المواجهه، فده يخلي مواليد الجوزاء شويه عصبيين، ممكن يكونوا متسرعين في الفلوس شويه. فاقول لهم حاولوا ان انتوا تتانوا في المصاريف حبه، ما تاخدوش قرارات كده فيها مغامره في الفلوس وفي النواحي العاطفيه كمان، يعني مطلوب منهم التأني وما يغامروش. وبالنسبه بقى لهدى النصيحه خاصه لرقمها، ان هي تتحكم في اظهار عصبيتها. ماشي اوكي. طيب ناخد اتصال معانا. اميره. الو 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 ازيك يا اميره؟ اتفضلي يا اميره. تمام الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. انا سمحت بس عايزه اسال عن علي صوتك يا اميره عشان انا مش سامعاكي. عايزه اسال للاسف الصوت. طيب اميره حاولي اتصلي بينا مره تانية، ناخد اتصال تاني. زينه. الو الو ازيك يا زينه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ اتفضلي يا زينه. الو زينه. الحمد لله. ازيك يا زينب؟ اتفضلي يا حبيبتي. عايزه اعرف من برج. اتفضلي اديني تاريخ الميلاد. 21/8. اوكي زينب ميرسي لاتصالك. ناخد سوزان معانا. الو. ايوه السلام عليكم. ازيك؟ وعليكم السلام يا سوزان. ممكن اقول تاريخ ميلادي انا وبنتي؟ اوكي اتفضلي. ايوه انا 2 الف. سلام. كام حضرتك؟ انا 22/6 وبنتي 13/6. اوكي 13 ماشي. ناخد زينب تاني. الو الو ازيك يا زينب؟ اتفضلي. الحمد لله. انا عاوز اعرف برجي والتاريخ بتاع الميلاد بتاع 8 التاريخ بتاع الميلاد 20/8. 20/8 ماشي يا زينب ميرسي لاتصالك. طيب نجاوب عليهم بقى. بس
سريعا يا عبير عشان طيب. انت عارفه حديثه الجماهير فالناس كلها طيب. تتصل بيك. اوكي خلينا بسرعه نقول لدينا اول حاجه 21 زينب الاولانيه زينب هي اللي رجعت تكلمت تاني. لا عندنا اتنين. اتنين طيب. الاولانيه 21/8 هي اخر يوم في يعني او اليوم قبل الاخير في برج الاسد. هي عصبيه جدا، هقول لها خدي بالك، اتحكمي في اظهار عصبيتك، حاولي تكوني لبقه ودبلوماسيه. عندك برضو ممكن يكون قدره على التفاوض حلو قوي في الايام اللي جايه. عندك كمان في الناحيه العاطفيه انا شايفه ان ممكن يكون في فرصه حلوه قوي للارتباط في الايام اللي جايه. المهم انه بدايه شهر 9 ده هيكون عندك انطلاقه ونقله كويسه قوي، بس اهم حاجه عشان تحافظي على الحظ ما يروحش منك هو الهدوء والتحكم في العصبيه. طيب نروح سوزان لسوزان وبنتها. اوكي سوزان 22/6 هي برج الجوزاء. برضو يا رب عشان كده على طول تفضلي تكلموني الجوزاء. وبنتها 13/6 جوزاء يا حبايبي. شفتي ده انا النهارده متدلعه. بس على فكره 22/6 يعني ممكن يبقى اول يوم في السرطان. يعني مشكله بس كفايه انه يعني هو يوم في ما بين الاثنين يعني. ممكن لو هي مولوده الصبح تبقى برج الجوزاء، لو بالليل تبقى السرطان. بس مبدئيا انا هعتبرها برج السرطان. معلش بنتها يعني لا والله يعني بيضحكوني وبيقولوا لي اسكتي. طب لو في نص اليوم مولوده تكون مش عارفه بس لا هو لازم دي حسب السنه بنحسب الشمس خرجت امتى من البرج بيبقى فيها لخبطه شويه اليوم ده، بس انا هحسبه بالرقم مش بغض النظر انت برج السرطان ولا الجوزاء. لكن انا هحسبه بالرقم. هي رقمها السنه دي بيقول ان عندها بدايه جديده في 2016، عندها تحول حلو في شخصيتها، تقدر تكون اجرأ واشجع وتقدر ان هي تبدا حاجه تقدم شخصي او تبدا لو هي مش لا هي غالبا اكيد مرتبطه لان هي عندها بنت فهي ممكن تبدا مشروع ممكن تبدا شغل. المهم ان هي عندها جرأة وشجاعه، بس اهم شرط للنجاح عندها انها تتحكم او تعتمد على نفسها وتتحكم في عصبيتها هي كمان. طيب. بنتها 13/6 بنتها عصبية جدا، حاول تعلمها الهدوء. وبرده بنتها عندها نفس الرقم، بس أهم حاجة أنتوا الاثنين ما تدخلوش أي وسيط بينكم وبين هدفكم. أهم حاجة. طيب زينب 20/8 ده اللي أنا فهمته من زينب 20/8. إن هي 20/8 هي عندها برضو بداية جديدة السنة دي وعندها تقدم شخصي، بس هي حساسة قوي قوي. رقم 20 ده رقم القمر بيخليها عاطفية وحساسة، فمهم إن هي تتحكم في حساسيتها عشان ده بيضيع منها الحظ. يعني بتاخد المواضيع على نفسيتها قوي وبتبقى على يعني مش على ان هي دي حاجه شخصيه فده بيخليها تزعل بسرعه، فتحاول ان هي تتحكم في حساسيتها عشان ما تضيعش الحظ منها. فمعلش اوكي ناخد اتصال تاني معانا. ايه الو الو ازيك يا ايه؟ ايه الحمد لله تمام. اتفضلي يا ايه. طيب ناخد ورده معانا. الو 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 ازيك يا ورده؟ الله يسلم حضرتك. اتفضلي يا ورده. لو سمحت انا عيد ميلادي يوم 9/9/79. اوكي. وعيد ميلاد جوزي 17/11/71. ماشي اوكي يا ورده. ميرسي لاتصالك. ناخد امل معانا. الو. الو. ازيك يا امل؟ مساء الخير يا فندم. انا لما اقول امل بفتكر اختي هتكلمني. اسمك على اسم اختي. مساء الخير يا فندم. سامعاني؟ الو. ايوه سامع حضرتك. بقول لك اسمك على اسم اختي. اتفضلي. بقول لحضرتك انا كنت عايزه اعرف برج 4 كام؟ ماشي. بقول لحضرتك عايزه اعرف مواليد 24/6/71. اوكي يا امل ماشي. 24/6/71. اوكي يا امل اوكي شكرا لاتصالك. ناخد سهير معانا. الو. الو. ازيك يا سهير؟ الله يسلمك. اتفضلي. بقول لحضرتك انا تاريخ ميلادي 1/5 وتاريخ ميلاد جوزي 30/7. اوكي يا سهير ميرسي الاتصال. طيب نجاوب عليهم دول بسرعه.
طيب وردة 9/9 هي برج العذراء وجوزها عقرب 17/11. أنا شايفة أنه طبعا الاثنين دماغهم ناشفة جدا. هو عموما العذراء والعقرب ينجذبوا لبعض جدا. هدى كام؟ هدى 9/9 صح؟ هي وردة. وردة. أوكي. وردة 9/9 وجوزها 17/11. بالظبط. هما الاثنين العقرب والعذراء بينجذبوا لبعض جدا. بس انا اللي شايفاه ان هي عصبيه شويه. والعصبيه دي ما بتنفعش قوي مع الراجل السرطان. مع الراجل العقرب. الراجل العقرب بيستمتع بالخناق وبيستمتع بالمعارك. فانت كل ما هتعملي مشاكل هو هيزود فيها اكتر. فمش دي الطريقه اللي هتنفع معاه قوي. كمان هو عنده رقم 17 في ميلاده، ده بيحب يحط دايما قواعد وقوانين صارمه عايز اللي قدامه يمشي عليها. وهي الحقيقه استقلاليه، مش بتسمع الكلام على طول كده، مش بتسمع الكلام. فبقول لها ما انا عشان تمشي الحكايه، فاقول لورده حاولي يا ورده بس ايه تشوفي قوانينه ايه وامشي على اساسها علشان الدنيا تمشي كويس ان شاء الله. طيب امل بقى. طيب امل 24/6 هي برج السرطان. رقم 24 ده بيخليها احيانا تبقى عايزه حاجات كتير قوي، عايزه حب كتير، عايزه اهتمام كتير، عايزه ممكن فلوس كتير. فهقول لها حاولي ترضي بالقليل عشان ربنا يبعت لك الكتير ان شاء الله. الرضا والقناعه، القناعه كنز لا يفنى، وهو ده اللي هيجيب لك الحظ اكتر. حاجة تانية هقولها لها ان هي السنة دي مشتتة ومشوشة. ممكن يكون عندها كمان ضغوط عائلية الفترة اللي جاية دي، فهقول لها بس حاولي تحددي اولوياتك وما تحتاريش كتير وركزي على هدف هدف. طيب اوكي. سهير. سهير كمان وجوزها. سهير 1/5 هي برج الثور. احنا لسه قايلين النهارده برج الثور متألقين. عندهم القمر في برجهم، وعندها جوزها 30/7. هو 30/7 برج الاسد. هو طموح ومجتهد جدا. فهقول لها يعني انتوا ممكن تمشوا هايل مع بعض، بس في مشكله واحده، ان انتوا الاثنين دماغكم ناشفه. انتوا من الابراج الثابته وكل واحد مصر على انه هو اللي معاه الحق. فحاولوا ان انتوا يعني تكون العلاقه محتاجه لشويه مرونه من الجانبين. حلو. طيب اوكي. ناخد اتصال تاني معانا. لوجي. الو. الو. ازيك يا لوجي؟ الو. ايوه اتفضلي يا لوجي. انا 5/10. اوكي. واختي 5/1. اوكي ماشي يا لوجي. ناخد اتصال تاني معانا. مروه. الو. الو مروه. ايوه ازيك يا مروه؟ كتير الحمد لله. اتفضلي يا مروه. اسال 1/11. اوكي. وعندي ولادي الاثنين 1/1. 1/1. اوكي. ناخد اتصال تاني. حسناء معانا. ايوه مع حضرتك. ازيك يا حسناء؟ الله يسلم حضرتك. بقول لحضرتك عايزه اعرف البرج بتاعي وابني. ابني 24/4/2004. اوكي. وانا 7/5. اوكي. وزوجي 3/1. اوكي ميرسي لاتصالك. اوكي ناخد اتصال تاني. حسناء. الو. الو ازيك يا حسناء؟ دينا. الو يا دينا. الو ازيك يا دينا؟ اتفضلي. انا عاوز اعرف برجي اوكي وتاريخ الميلاد بتاعي 20/8. اوكي يا دينا ماشي. اوكي شكرا لاتصالك. ناخد اتصال تاني معانا. مريم. ايوه اتفضلي. أيوة. يا مريم. ايوه انا عايزه اعرف برجي 2/3/98. اوكي. أيوة. عايزه برجي 2/3/98. اوكي. عندك حد تاني؟ اختك. أيوة. اخوكي مامتك. 14/10/78. مين؟ مين اللي 14/10؟ 78 دي مامتي. اوكي ماشي شكرا للاتصال. طيب نجاوب عليهم بسرعه والنبي يا عبير. طيب اوكي. نبدا بحسناء. اوكي حسناء. ولا كان في لوجي؟ نبدا بلوجي. يلا لوجي. اوكي. لوجي 5/10 هي برج الميزان. واختها 5/1 برج الجدي. انا شايفه ان الميزان والجدي عموما بيتفقوا قوي مع بعض.
رغم ان هم مختلفين يعني الست الجدي او البنت الجدي عمليه وعندها كبرياء جامد بس الاثنين الى حد كبير لما بيعملوا شغل مع بعض لازم يطلعوه الى درجه الكمال، يعني بيجمعهم دايما الحب الكمال. الاثنين كمان عندهم رقم 5 في ميلادهم، فرقم 5 في ميلادهم ده بيخليهم يحبوا الجدال والحوار وعندهم سرعه بديهه ويقظه ذهنيه، فممكن يكون في بينهم دايما حوارات لا تنتهي والعلاقه بينهم مش ممله. اوكي؟ بس هقول للوجي هي عندها السنه دي تردد وحيره، فمهم تحدد اولوياتها عشان ما تحترش كتير، واختها برضو عندها نفس الحكايه. الاثنين مترددين، فبس يحددوا اولوياتهم. طيب مروه، مروه عند واحد 11 هي وابنها واولادها الاثنين في نفس اليوم. مروه عقرب وواحد 11 وهي رقمها السنه دي برضو مشتته قوي. واقول لها اعملي كل حاجه في سريه وكتمان الفتره اللي جايه دي ولمده سنه لغايه شهر 10 2017، مهم جدا انها تعمل كل حاجه في سريه وكتمان علشان لما بتعلن الحاجه مش بتمشي. ومن اول 23/9 فينوس هيبقى في برجها، فهيكون عندها قدره على التاثير في الاخرين حلوه قوي. ولادها بقى 1/1 الاثنين، فالاثنين عصبيين جدا والاثنين بيحبوا يمشوا كلامهم قوي، فهقول لها بس وانتوا هم الحقيقه اللي كله عندهم رقم 1، فهي دماغها ناشفه مروه وتحب تمشي كلامها، واولادها نفس الحكايه عايزين يمشوا كلامهم، فحاولوا تكونوا مرنين شويه، ومروه حاولي تكوني متفهمه شويه لرغباتهم. معلش. وعلميهم ان هم بالذات السنه دي ان هم يتحكموا في اظهار عصبيتهم. اوكي. حسناء، حسناء 24/4 24/4 هي عندها السنة دي بداية جديدة، بس نصيحتي لحسناء ان ما تدخلش اي وسيط ما بينها وما بين هدفها عشان ما تبوظش الوسيط ده، ممكن يبوظ لها اي حاجة حتى لو كان نيته كويسة. بعد كده في جوزها 3/1 ده برج الجدي. واقول لجوزها بس حاول ما تدخلش في مغامرات ماليه السنه دي، لان مش مناسب لي ان هو يدخل في اي مغامرات ماليه او تجاريه. في تاريخ 7/5 ده كان تقريبا ابنها. انا شايفه ان هو ممكن يكون عنده تشتت الفتره دي، بس كمان ياخد باله قوي انه يميل للعصبيه جدا من اول 23/9، فيحاول من اول التاريخ ده من اول 23/9 ان هو يتحكم في اظهار عصبيته قد ما يقدر. اوكي. اوكي. طيب ويركز على هدف واحد في اللحظه اللي هو يعني ما يشتتش جهوده في اكتر من هدف. طيب معانا دينا كمان 20/8. دينا 20/8 برج الاسد. وهي عندها رقم 20 ده رقم القمر، بيخليها عاطفيه وحساسه جدا ومتقلبه المزاج، فاقول لها حاولي ان انت تتحكمي في تقلباتك المزاجيه وما تاخديش كل حاجه بحساسيه جامده. كمان السنه دي عندها بدايه تقدم شخصي، وعندها الفتره الجايه دي لغايه اخر السنه ان شاء الله يبقى عندها تقدم حلو قوي، وان ما كانتش مرتبطه ممكن يبقى عندها سنه هايله للارتباط ان شاء الله. عندنا كمان مريم. مريم برج الحوت 2/3 ومعاها 14/10 دي مامتها مش كده؟ طيب نبدا بمريم. هي عندها السنه دي نقله حلوه قوي، السنه اللي فاتت كانت عندها ازمه نفسيه جامده او ازمه ماليه، لكن السنه دي عندها نقله حلوه قوي. بس انا اللي شايفاه، انا عارفه ان هي لسه لغايه دلوقتي عندها ضغوط من الحاله الفلكيه، بتقول انه مواليد الحوت عندهم ضغوط ممكن تكون عائليه وممكن تكون مهنيه وممكن لو متجوزه يبقى عندها مشاكل زوجيه. لكن الانفراجة الحقيقية لمواليد الحوت إن شاء الله هتكون من أول 7 إن شاء الله، من 7 أكتوبر. فيعني هقول لمريم تأني، وإن شاء الله الانفراجة الحقيقية جاية من بعد 7 أكتوبر. أهم حاجة تتأني. طيب ناخد اتصال تاني معانا. ندى طبعا. ألو، احنا كده في عندنا حد في مامتها. مامتها. طيب اوكي نجاوب على مامتها بسرعه. بس مامتها عندها بس حيره وتردد، فاقول لمامتها حددي اولوياتك، والميزان عندهم حظ رائع، المشتري دخل في برجهم، فان شاء الله يديهم بالذات مع مواليد الدايره الثالثه هيبقى السنه الجايه اكتر الحظ يا رب. حلو يا رب. طيب معانا اخر اتصال دلوقتي. ندى. الو. الو، ازيك يا ندى؟ تمام الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. تاريخ ميلادي 11/2
اوكي 16 وبنتي 16 9. اوكي يا ندى، ميرسي لاتصالك. طيب طيب ناخد اتصال تاني معانا. امل، الو، بعتذر للمشاهدين طبعا بس ناخد معلش اخر اتصال، معلش ناخد اتصال تاني. امل، ايوه ليلى، معلش انا كنت معاكم دلوقتي، انا امل، تاريخ ميلادي 24/6، لسه كنت مكلماكي دلوقتي. امل، امل، اوكي امل اتفضلي. ايوه معلش، بس انا كنت عايزه اقول للاستاذه عبير فعلا كلامها كله اللي قالته مظبوط. انا دلوقتي حضرتك المشكله اللي عندي يعني عندي مشكله ورث، هل امشي فيها ولا اوقف؟ لا، تركزي على الهدف واحد وانت بتحلي مشكلتك، ما تشتتيش نفسك في كذا اتجاه، ركزي على المشكله اللي انت فيها طبعا تحليها، ما تسيبيهاش. كل التوفيق يا امل. طبعا تصدقي انها خضتني، فكرتها اختي دخلت عليا. طيب طيب نجاوب على ندى بسرعه. طيب ندى 11/2، هي برج الدلو، ده نفس ميلاد الملك فاروق، وهي بس عندها السنة دي أقول لها حاولي ما تتسرعيش في قراراتك، ما تدخليش في أي مغامرات مالية ولا مغامرات تجارية خالص، ولا تدخلي في مشاريع ولا تسلفي في حد فلوس، لأنك معرضة لنصب أو احتيال والله أعلم. بس خدي حذرك. بنتها هقول لها بقى 16/9، هي برج العذراء، والعذراء الفترة الجاية دي ابتداء من يوم 22/9 عطارد هيبدأ يعاود سيره المباشر، فهيكون عندها ابتداء من 22/9 فترة حلوة قوي للتفاوض، وتعرف تكون لبقة وتتكلم كويس، حاول تستغل الوقت من أول 22/9. وكمان عندها لغاية آخر السنة حظ حلو قوي في الدراسة، فلو هي في مرحلة دراسية إن شاء الله هتحقق نجاح إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا كده خلصنا يا عبير؟ كده خلصنا. طبعا أنت منوراني زي كل مرة، وبجد ميرسي ليكي جدا إنك منوراني، وإن شاء الله أشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. وكده مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة، ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا، وإن شاء الله أشوفكم بكرة في هيا.